اتحرك معي اشوف يلا لا بتحرك ومن غير كتر حكي السلام عليكم السلام عليكم شيخنا على المسمع على المسمع 120 من لواء الشمال وصلوا سيارات الذخيرة وصلت بالسلامة الحمد لله الحمد لله أبو إسلام مع الشباب يلي وصلوا عم يرتب لهم أمورهم شو قلت لي اسمك؟ فهد المدني فهد المدني شو وسطك انت يا فهد يا مدني؟ احكي لشوف عم تحاول تندس بالثورة لتكون موالي انت باين عليك مستهتر بدين الله الحنيف ما حدا قال لي انك عم تصلي أنا يا شيخنا لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخنا أنا بصلي وبصوم وما بعطي فرض الحمد لله حتى نهار الجمعة يعني بصلي جماعة والله العظيم يا شيخنا وأنا مالي علاقة لا موالي ولا بهي القصص أنا زلمي بدي سلامة البلد يعني هيك القصة تصلي وتصوم وما بتقطع فرض ومانك موالي ليش ما بتنضم للثورة؟ مو أحسن من الرياضة والعلاج المصدي والحكي الفاضي مو أحسن ما تضل عواطلة عن الشغل ها؟ اللي ما عندي مشكلة شيخنا بالضم للثورة شيخنا أنا أجيت لحتى أشوف أبو إسلام يعني قلت لحالي بركي بركي هيك بيدبر لي شغلي بس بستلزم منه بقرشين ثلاثة ومنه بكسب ثواب من عند رب العالمين هيك القصة ليش انتظرت لهلأ ليش؟ ولا انتو المثقفين بدكم كل شي على بال المستريح ما بدكم تعبوا حالكم ولا بشي بدكم تنتظروا علينا شو بدنا نساوي بس يمشي الحال بدكم تجوا هيك وتقاسمونا على كل شي شير شيخنا انا مالي من المثقفين انا زلمه كنت استاذ الرياضة وهي شغلتي وبس استاذ الرياضة على كلين رح نستنى شهادة أبو إسلام فيك والأخير القرار عند الشيخ سعيد هو اللي رح يشوف شو رح نساوي فيك مجروح الله خليني أعب يحفظك يا شيخ عراض يلا السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته تعرفوا لهالشب أبو إسلام والله ما كنت راح أعرفك أنت بربي هالدهن ولو أنا اللي بعرف هيدا أبو أمين الوحش لك أهلين عمي أبو إسلام أهلين خيي فهد لا والله زمان طمني عنا لك مشتاق لك خيرات الله لك ليش تأخرت؟ ليش؟ شو صاير معك؟ لك قصة طويلة بحكي لك اياها بعدين هيك على رواق يلا بعدين بنقعد وبنحكي هلا المهم الشباب توصوا والله الشباب ما قصروا الحمد لله الله ينصركم ويحميكم يا رب حط خلف الحوض خلص سكر الدنيا كلها بوشي منين بدي الاقيها من هون ولا من هون؟ قلت لحالي يا ولد روح لعند صاحبك القديم ابو اسلام واللي بده يصير يصير
ولا يهمك ابو امين ولا يهمك، خلاص صرت عنا. والله يا شيخ ابو اليمان فهد من احسن الشباب اللي عرفتهم، شباب ضايب ويعجبه، وهو من زمان بده يشد معنا وليشهد الله، بس ما صارت فرصه، وهلا ليكو جاب رجليه لعنا. وبالنهايه الامر عنكم شيخنا، بس هو شاب درويش على باب الله بده يسترزق. خادم عسكرية انت؟ كيف لك، انا طبعا خادم عسكرية وخدمة ميدانية كمان، يعني بيعجبك بالرمي، بيعجبك بالقمص، اللي بدك اياه. على كل الاحوال لازم نجربك ونختبرك بالاول، بالاخير قرار للشيخ سعيد. اسمع شيخنا، ان شاء الله انا رح اعجبك انت والشيخ سعيد باذن الله. وشو بدك تعمل لتعجبنا انا والشيخ سعيد؟ انا ما بدي غير شغلي وحده بس، بدي احمل سلاح، بدي احمل سلاح وقاتل اعضاء الله هدول، هدول الكفر. بكير هلا على حمل السلاح، اول شيء بدنا نعرف كل شيء عن وضعك، وبعدين بنقرر بنعطيك سلاح ولا ما بنعطيك. ايه اللي بتشوفوه شيخنا، الله يخلينا اياكم يا رب. بس بدك تدير بالك، الكذاب والخوان عنا جزاته قطع الراس. شو جايب لنا معاه؟ وحش. هرب لهون، هرب لهون، لا تستحي. وحش، الوحش اليوم حقه ملبسه. فهمت؟ فهمت. شو اسمك؟ فهد. شو بعتوا لك؟ ابو امين. ابو امين؟ مو حاكي شيء ابو امين شباب. شو بتشتغل؟ انا كنت اشتغل استاذ رياضه بمدارس الحكومه، بس تركت. استاذ رياضه؟ باين عليك رياضي، بس اذا ما بتسمع الكلمه حقك ملبسه. شو حقك؟ ملبسة. بتعرف تساوي شاي؟ اي بعرف. هون أول شغلة بنعلمها للوقت كيف بيعمل الشاي. تكرم عيونك، هلا بعمل لك شاي ظروفي. ظروفي؟ والله عصب الزرق. بدل لعي، خذ الكاسات ولمعني منيح. وملي بريق شاي يكرك عجب. قوام. هنيك المطبخ. هنيك. لك قوام. والله ما بعرف شو بيعطوكم شهادات. أستاذ رياضة قال. ايه شباب؟ جيت للقمة من بارودة. لك لقيتها مليانة. وشلون تترك وبتروح وأنا ماني هون؟ شيخ سعيد، إجاني أمر طارئ واضطريت أترك المكان، شو المشكلة؟ أمر طارئ أكثر من أمر الجبهة؟ أكيد لا، بس الجبهة كانت هذه، وأنا تركت كم ساعة، مو مشاني، كنت عم ساعد الشباب الجدد. أنا بعتذر منك، كم ساعة هدول كان ممكن الجيش يفوت يقتحم، وأنا بقول له للجيش استنى، طول بالك يا جيش ليجي ابو اسلام مشغول. طيب انا اسف، ان شاء الله ما بتتكرر. ان شاء الله اكيد ما بتتكرر، لان عواقبها حتكون وخيمه اذا تكررت. امرك شيخنا مفهوم. في عنا شغل اليومين ساعة الصفر؟ لا، ساعة الصفر لسه ما حانت، بس في امدادات رح توصل. ممتاز. سلاح ولا مقاتلين؟ سلاح واخوة مجاهدين اجانب رح يوصلوا باليومين، ودنا الطريق يكون فاضي. حاضر، بس ايمتى بالضبط؟ ما بقدر يعني أكد هلا، على الأغلب بكرة. ناطرين رسالة لتوصل لأبو حمزة مجرد طلعتهم من عنده. الله ييسر لهم طريق. آمين آمين. إيه صحيح، قالوا لي في شاب وصل على الحارة، تعرفوا؟ إيه شيخنا، هيدا الشاب كتير قبضاي وعلى مسؤوليتي. طالما على مسؤوليتك لنشوفه ولا نحطه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حط لك بعد ماما. إن شاء الله دايمة. صحتين وهنا. صحة ألف صحة. هلأ عمو راح بسببي أنا؟ شو؟ أعوذ بالله شو هالحكي؟ بس عمك أبو عادي ما بيقدر يقعد بالبيت أكثر من 10 دقائق بمل، فبينزل بيفتح المحل. أماني ما تواخذوني، بس أنا كنت كتير جوعانة وبصراحة عمو هو اللي أصر إني إجي. صحتين على قلبك. ولا يهمك. تواخذينا يعني هذا. ولا يهمك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلا سؤال، بالحارة هون ما لقيت شيء، يعني لا محل خضرة لا محل فواكه ولا حتى سوبر ماركت. بنتي حارتنا صار لها محاصرة كم يوم ولا في شيء بفوت ولا في شيء بيطلع. طيب والعالم كيف عايشة هون؟ الله دخيل اسمه هو اللي متلطف فينا. تعرفي يا عفوا بس ما عرفتينا باسمك. حلا. حلا شو عم تعملي هون بالحارة حلا؟